أطرح عليك مجموعة من الأسئلة ونسمع الجواب الشرعي أو الاجتماعي بالنسبة لهذه الأسئلة. سؤال: شاب عرضت عليه فتاتين وهو يريد الزواج، الفتاة الأولى بنت بلده والفتاة الثانية فتاة عربية في خارج بلده تسكن وتقيم، لو حكمنا منهج الأولويات هنا أيهما أولى بالنسبة للشاب؟ تفضل دكتور. يعني تتوقف الأولويات على معايير يجب أن يحسبها قبل أن يعني يأتي مسألة ابنة البلد أو أجنبية أو عربية، يعني وهي أي الفتاتين أكثر التزاما بالدين ومعرفة له، وأي الزوجتين أو أي الفتاتين أقدر على الحياة الزوجية. طيب دكتور، لو افترضنا الثنتين بالمستوى الديني الواحد وأقدر على الحياة الزوجية، إذا تساويتا فبنت البلد أولى. أولى. أي إذا كان في يعني إذا تساوت في 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 دينها، في دينها، في التزامها، في يعني معرفة حقوق حياة الزوجية. فتقدم بنت البلد، تقدم بنت البلد على العربية أقرب. نعم. وفي نفس الوقت يعني أعرف بنت البلد. طيب ولو قلنا أنه شاب كذلك عرضت عليه فتاتين، وهذه ترى الأولويات هنا مصلحية ليست أولويات شرعية. نعم. أي نعم. نعم. طيب لو قدمت فتاتين كذلك، الأولى عربية والثانية أجنبية وبمستوى الدين الواحد كما تفضلت وفي معرفة الحقوق والواجبات، وكلهن مسلمات، مسلمات نعم، وملتزمات، ملتزمات كذلك العربية من ناحية اللغة، نعم، من ناحية التربية، يمكن أولى مقدمة على الأجنبية أولى. نعم. لكن أنا قلت في البداية، نعم، في بداية نقاشنا في هذه الحلقة، أن هناك نوازع بشرية ومشاعر وعواطف، نعم، قد تميل ناحية الأجنبية. نعم. وهذه لها مكانها ولها يعني مفعولها، فلا يعني تقول انك انت مثلا من الناحيه الاجتماعيه فقط. طيب دكتور، لكن من الناحيه الوجدانيه، من الناحيه العاطفيه يحسب حساب هذا الامر. طيب والله اميل الى طيب هذا. طيب لماذا لا نحسم الموضوع؟ لانه احنا فعلا اذا فتحناه بهذا الشكل، طيب بنات البلد من يتزوج؟ ما يعني المسائل هذه في الحقيقه مسائل يعني ليست على اطلاقها يا استاذ جاسم. نعم. أي شاب الآن مثل ما سألت أبناء الشباب وبنات الشابات، اختلفت الرؤى في نعم. هذا الأمر، لأن المسألة ليست على الإطلاق، إنما المسألة تهتم مثل ما قلت بالأول بالشعور الإنساني، بالوجدان، بالعاطفة، بالميل. لكن نعم. يعني إذا إحنا أشركنا العاطفة مع العقل، وهذا في الزواج سواء كان الزواج من البلد من قريبة أو من غريبة، من أجنبية أو من عربية، يجب أن نشرك العاطفة مع العقل. نعم. والموضوعية، لأن طبعا الزواج له تأثيرات. الزواج ليس فقط علاقة بين الزوج والزوجة. نعم. وإنما العلاقة بين نسب وصهر وأرحام، ويمكن بعد الحياة الزوجية بعد فترة من سنة أو سنتين بعد مجيء الأولاد تحدث مشاكل. طيب إذا معناته دكتور أنت تفرق فقط بين الأجنبية الغير مسلمة وما بين المسلمة، من ناحية أولا المسلمة وغير المسلمة، هذه أمر يعني هني يبين الفرق واضح في الأولويات. نعم واضح، هني الأولوية تكون شرعية. نعم. بزواج المسلمة وتقدم على غير المسلمة، الأولى المسلمة المنضبطة الملتزمة كذلك. طيب حتى لو واحدة كتابية مثلا محافظة ومتدينة مثلا، ومسلمة غير محافظة وغير متدينة، أيهما أولى؟ المسلمة، حتى المسلمة في هذه الحالة؟ نعم نعم. تقدم على الكتابية. نعم. المتدينة. نعم. طيب الكتابية يشترط فيها أن تكون عفيفة؟ يشترط فيها عفيفة. نعم. طيب كيف يعرف أنه عفيفة؟ كيف يعرف الشاب؟ هو مسألة العفيفة هنا مسألة أنها يعني لم يسبق لها أنها يعني ارتكبت فاحشة أو لها أصدقاء، يعني من خلال الحوار والمصارحة معها يعرف هذه المعلومات. نعم. ولذلك يعني الأجنبيات فيهن عفيفات وفيهن يعني بنات عائلات، وفي يعني إذا الواحد إذا ذهب إلى هناك يراها، خاصة في القرى وفي الأرياف، لا تبعد عن يعني بعض الأمور اللي احنا عندنا في البلاد العربية. إذا لو أردنا الآن نعمل جدول نقول فتاة بنت البلد
أولى من الفتاة العربية في حالة تساوي في الديانة تساوي. نعم. والتساوي في معرفة الحقوق. نعم. والواجبات. نعم. اثنين أوفق. الفتاة أوفق. العربية أولى من الزواج من فتاة أجنبية في نفس المعيار. نعم. ثلاثة الفتاة الأجنبية المسلمة تقدم على الفتاة الكتابية. نعم. أربعة الفتاة الكتابية الأجنبية الشرقية هل تقدم على الغربية؟ إذا لم يجد الزواج بمسلمة ولم يجد إلا أنت حطتنا بالنسبة للضروريات مثل نعم. اللي 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 يعني يكون مشرف على الموت أو يغص ولا يجد إلى الميتة أو الخمر حتى هذه مسائل يعني في الحقيقة ليست واقعية. نعم جاسم. نعم. يعني نعم. بالنسبة لي أنا يعني ما نستطيع أن نوجه الشباب إلى هذا. لا لا يعني أنا الآن لو قلت حق أم مثلا أو أب كقضية تربوية تعالي ربي أبنائك من الصغر أنهم يبتعدون عن الزواج من أجنبيات ما نستطيع أن نقول هذا؟ لا ما نستطيع أن نقول. طيب ليش دكتور الآن كل هالسلبيات اللي قاعد نشوفها؟ السلبيات تربوية، سلبيات نفسية، سلبيات سلوكية. طيب ليش ما نوجه عيالنا هذا التوجيه؟ إذا كانت الأجنبية مثل ما قلنا مسلمة ملتزمة وممكن يعني تؤدي حقوق الزوجية ما المانع منها؟ طيب لها مسلم ملتزم يتزوجها؟ ما يندرى. مو احنا عندنا بنات بلدنا وبنات ما في أحد يعني نسبة العنوسة في المملكة العربية السعودية 4 مليون عانس. ولذلك نقول على أولياء الأمور في هذه البلاد أن يشجعوا الزواج من بنات البلد. أو أن تقنن تشريعات في نعم. تشريع تسهيل الزواج بالنسبة للبيت بالنسبة للسكن بالنسبة للمهور بالنسبة لكذا حتى يعني يكون هناك أمور إرشادية كثيرة ما يمنع منها. نعم. تفضل دكتور. موسى بعد إذنك يا دكتور. ما أعتقد أنه العامل الرئيسي في قضية العنوسة إذا كان الرقم 4 مليون العامل الرئيسي ما أعتقد أنه قضية الزواج من أجنبية في عوامل أخرى كثير في مجتمعنا لتحكم زيادة نسبة العنوسة من ضمنها طرق الزواج التقليدية من ضمنها عوائق اجتماعية معينة من ضمنها غلاء المهور من ضمنها يعني لستة من المسببات اللي أدت بالتالي إلى ارتفاع نسبة العنوسة. طيب ولذلك ولماذا يذهب للأجنبية من أجل أن يهرب من هذه العوائق؟ يعني نسبة العنوسة في مصر مرتفعة جدا عالية نسبة العنوسة في الجزائر عدد سكان تونس يعني أرقام كبيرة كبيرة جدا لبنات من غير زواج. أخ جاسم في مصر الأولاد بدون زواج برضو الشباب كذلك تأخر سن زواج الشباب كذلك يعني في نسبة عالية لكن أعتقد في بعض البلاد أستاذ جاسم ليست العنوسة بالنسبة للنساء والفتيات راجعة إلى الزواج بالأجنبيات مثل ما قال دكتور محمد. لا في أسباب أخرى وقد تكون لأن في بطالة موجودة لا يستطيع بعد أن يتخرج من الجامعة أن يتوظف وأن يفتح بيت وأن تكاليف زواج حتى لو كانت تكاليف بسيطة لا يستطيع. صح. فهذه مشكلة موجودة في بعض البلاد العربية يعني. نعم. يمكن في بلادنا هنا في السعودية وبلاد الخليج يمكن بحمد الله لكن في بعض البلاد لا ما يجد الشاب يتخرج ولا يجد عمل إلا بعد يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات وبعد أن يعمل يحتاج إلى أن يجمع المال حتى يتزوج ولذلك العنوسة جاءت من هذه الطريق ليس من طريق الزواج بالأجنبية يعني حتى لا يستطيع هو أن يتزوج بأجنبية. نعم. 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 طيب يعني معناته إذا نلغي عنوان الحلقة يعني ما نقول انه عنوان الحلقه ايهما اولى الزواج من عربيه ام اجنبيه انتم تشوفون عنوان الحلقه غلط. لا النقاش مفيد جدا في هذا الامر لكن هل نستطيع ان نصل الى مسطره الى قانون الى نظام في قضيه الاولويات في الزواج من عربيه ام اجنبيه ام المجال نتركه للمشاعر والعواطف وللعلاقات ونخليها على حسب كل واحد وللضوابط اذا ظهر هناك فساد اذا ظهرت هناك ظواهر سلبيه نعم مثل ما قلنا لولي الأمر أن يحدد هذا لابد أن تحدد والأمور الإنسانية لا تقاس أيضا بالمسطرة نعم. يعني الأمور الإنسانية لا يمكن أن نحدد بالملي هل هذا صحيح أم خطأ ما قد يكون صحيح بالنسبة للأستاذ جاسم قد يكون خطأ بالنسبة لي وما قد يكون صحيح لي قد يكون خطأ بالنسبة لك يعتمد على ظروف ومعايير أخرى بالتالي لكن لابد أن نحن لما نفكر في تخطيط للمجتمع نفكر كيف نحافظ على هالمجتمع على أبنائنا على بناتنا يعني يبقى الزواج حاجة لكل شاب وكل فتاة نعم. طيب كيف إحنا نسهل الموضوع كيف نبسطه كيف نيسره يعني ربما فكرة مشروع تيسير الزواج أو مشروع الخيري جيد. فكرة جميلة جدا نعم. وفي كل شهر 200 حالة يعني أي بس المشروع ما يقيد الزواج ببنت البلد كل ما يقيم على الزواج لا يقيد المشروع لا يقيد الزواج يعني طالما أن الشاب اختار شريكة حياته نعم. فالمشروع ما يتدخل في هذه النقطة نعم. المشروع ممكن يوعي المجتمع المشروع عنده حتى الحقيقة يعني مشاركات على مستوى المجتمع من خلال المحاضرات والندوات لتوعية المجتمع لاتجاهات معينة
ولا تزويج متزوج. لا، كمساعدة للزواج الحقيقة قاصرة فقط على الزوجة الأولى. نعم. كمساعدة للزواج المشروع الخيري يعني أصلا الميزانية المشروع لا تسمح إنه يعني ما تشجع التعداد. هو مو ما لا هذه قضية ثانية. إذا كان مستطيع على التعداد ما كان جانا أصلا. هو اللي جينا اللي بيحصل نفسه يعني بالزوجة الأولى. لكن حقيقة النقطة اللي دارت قضية العنوسة والسبب الرئيسي العنوسة في الدول اللي ممكن تكون أغنى نوعا ما مثل دول الخليج مثلا هي مشكلة ارتفاع المهور بشكل غير طبيعي. يعني في المملكة العربية السعودية في بعض المواقع بعض المناطق مهورها على 30,000 و40,000 ريال، بعض المناطق على 70,000 و80,000 ريال. يعني مشروع الزواج في حائل. يوم قلنا له حنا بجدة ترى سقف يعني مساعة المهور 25,000 ريال وبننقصه حتى إلى 20,000، نقول المجتمع ترى أكثر من 20,000 ما إحنا مساعدينكم. قال إذا كان كذا إحنا بحائل ما ساعدنا أحد. يقول يعني إحنا الزيجة اللي مهرها 60,000 تعتبر زيجة رخيصة. نعم. وبالتالي ففي مشكلة كبيرة. لكن يعني النقطة اللي ذكرها الدكتور خالد يعني إنه في بعض البلدان مشكلة العنوسة مو في قضية يعني ارتفاع المهور، لكن المشكلة إنه الشاب نفسه ما عنده إمكانية فتح بيت بناء أسرة. في المغرب يعني بعض الفتيات الحقيقة اللي سمعت مباشرة يعني وجهة نظرهم أو يقول حنا عندنا الزواج معدوم. الزواج معدوم والسبب الحقيقة عدم الإمكانيات. نعم. طيب في مشاركات من الأخوات فضلي، لكن خلي مشاركاتكم سريعة. حابة بس نقطتين أزودها إنه العنوسة مو عشان الرجال، يعني أنت قلت أسباب كثيرة بس في سبب مو واضح. بس عفوا احنا لا يصير حلقتنا عنوسة. لا السبب انه هي تكون البنت رافضة انها تعيش مع ابن البلد اللي تفكيره سلبي او طريقة تفكيره اللي هم وعيوا اكتر، يعني بات ممكن وعيوا اكتر من الشباب، فما يبغوا يتزوجوا من اهل من شباب البلد عشان حاسين انه ما يتفقوا معهم. تاني شيء انه ربي لما خلقنا بشر، يعني بشر نوع واحد، وما حط سوري ولبناني وأردني وكذا، حطنا كلنا بشر. فهي تعتمد، أنا أقول على النصيب، تعتمد على الزوجين، يعني ما تعتمد على بنت البلد. لكن التربية تفرق طبعا مهما كان الجنسية ما تفرق، بس الثقافة تفرق والتربية والبيئة هذه كلها عوامل تؤثر في نجاح الزواج. بس لما يرتبط بأحد ما بيفكر بالبيئة العوامل دي، يفكر أنه كيف هو يرتاح أول شيء بعدين يفكر. طيب نعطي فرصة أخرى مشاركة، تفضلي. بالنسبة للشباب اللي بيكونوا راغبين في الزواج من أجنبية، نعم. يعني في حالات مثلا يكون هدف الزوج لما يتزوج أجنبية أول شيء أنه هو يدعوها للإسلام وأنه تلتزم إسلاميا، فبيكون زواج جدا ناجح. أنا أعرف زيجات يعني الزوجات مثلا جدا التزموا حتى صاروا مثلا داعيات. طيب. تاني شيء مثلا هل لما نمنع إحنا الزواج من أجنبية هل هذا حيدعو بنت البلد لأنه تخفض المهر؟ المشكلة ما انتهت، يعني هذا جزء أولي بس من المشكلة. ثالث شيء لما نقول الزواج مثلا بنت البلد حتتزوج مين، في زيجات بتكون جدا ناجحة لما واحدة مثلا عربية تتزوج أجنبي، يكون هو مسلم يبحث عن مسلمة، أول خيار قدامه أن يتزوج إنسان عربي. طيب شكرا على المشاركة. أنا أريد أن أعطي لكل ضيف 30 ثانية في ختام هذه الحلقة. الأستاذة إلهام، ماذا تحبين أن تقولين في 30 ثانية؟ تفضلي. الموضوع والله أكبر من إنه إحنا، لكن كون الزوجة دي أم، أنا منظورنا من ناحية إنها أم، هذه الإشكالية اللي إحنا بنشيل همها بصرف النظر عن الجوانب الأخرى كزوجة، هي أم والنتاج اللي جاي والجيل اللي بعده اللي حتنجي والجيل اللي حيطلع الجيل اللي بعده كمان، فالشغلة ممتدة يبغى لها إصلاح جماعي. نعم. وجذري. نعم. دكتور محمد، أيهما أولى، الزواج من عربية أم أجنبية في 30 ثانية؟ تفضل. أنا بأختصر جدا في هذه القضية، إذا تساوت جميع الظروف لا شك أنه الأقرب أولى من الأبعد. نعم. لأنه قضية الزواج هي قضية تواصل.